معايا على التليفون سيادة اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. والحقيقة سيادة اللواء أيضا هو أحد الضيوف المشاركين بهذا الفيلم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا يوسف. أهلا. إزاي صحة حضرتك؟ والله وحشني كتير يا يوسف. وحضرتك أكتر والله جدا يعني. سيادة اللواء فيلم فلسطين ما وراء النكبة وحضرتك كنت أحد المشاركين فيه بما أن احنا لسه ما شفناش الفيلم فمهم عندنا أن احنا نعرف وجهة نظر سيادة اللواء محمد الغباري في فلسطين وما وراء هذه النكبة الكبرى. يمكن كلامي معاك دلوقتي هيدهشك. ليه؟ لأن أنا مختلف مع المفاهيم اللي موجودة حالياً بعد دراستي للتاريخ اليهودي ودراسه الدكتوراه بتاعتي اللي خدتها في الفكر الاستراتيجي للجماعات اليهوديه في التوراه والتلمود واسرع قيم الدوله اليهوديه اللي لسه هتتعمل. فبالتالي خدت باع كبير في هذا الموضوع. اولا الصراع العربي الاسرائيلي لم يبدا سنه 48. صحيح. الصراع العربي الاسرائيلي بدا من 3400 سنه. سنه 1250 عندما دخل يوشع ابن نون ارض كنعان وحرق مدينة أريحة من بره كلها ثم مدينة عاي 12 ألف منهم حرقهم على الأرض. ده الدم في الدم العربي اللي أهدر سنة 1250 قبل الميلاد. حصل بقى سلسلة من التكوينات إلى أن قامت الدولة اليهودية طبقا للمملكة الداوودية اللي قام بها سيدنا داوود واحنا معترفين بقى في الدين الإسلامي. وفي نقاش مع أحد اليهود في مؤتمر المؤتمرات يعني فبيقول يعني احنا القرآن ذكرنا عندكم ان احنا كأصحاب حق في الارض وكده. لا القرآن ذكر ان كنتوا كان لكم دولة وانت جيت مستعمر وانت في اسفار عهد القديم عندك كلها في اسفار موسى الخامسة او في سفر التكوين بالذات دايما بتذكر ان ارض غربة ابيك ابراهيم لكل الانبياء من بعدهم من بعض. يعني هو جاي غريب في الارض مش بتاعته. يبقى انت قعدت 85 سنة انت مستعمل زي غيرك من المستعمل اللي جم ومشوا فما لكش الحق انك ترجع تاني. لكن هم طبعا النبي عزل عندهم كتب اسفار موسى الخمسة وحط فيها الوعود الالهية على الانبياء حتى تمسك الشعب او بني اسرائيل او الشعب اليهودي فيما بعد التسمية كيهود انه يتمسك بالارض ما يسيبهاش. ادريان الروماني كان طردهم من الشام وانا بقول الشام ليه؟ لان الارض دي كلها من صحراء سيناء لغايه زاجوراس اسمها الشام كانش فيها اسماء الى ان سوريا الكبرى الى ان جاء الاستعمار الانجليزي والفرنسي وقسموا ساسبيكو وقسموها للدول اللي هي متقسمه حاليا دلوقتي وسموها فلسطين. لان النهارده لما بداوا يرجعوا سنه 1882 بداوا يرجعوا من البحر بالهجره الغير شرعيه. طب هم ايام يوشع بن نون دخلوا منين؟ دخلوا من على النهر وعملوا الدوله في يهوذا والسامره اللي هي الضفه الغربيه. صحيح. لما رجعوا من البحر سنه 1982 رجعوا عملوا مستعمراتهم على الشاطئ ولما حصل التطور بقى منهم لا الانجليز انت بتقول عليهم يعني انا اكثر منك كرها ليهم يعني انا بورسعيد وشفت المر معاهم 56 فبالتالي يعني الموضوع مؤثر طبعا. فهم دول اللي ساعدوهم في الانتداب البريطاني وبداوا يمكنوهم من الارض ويقسموها مع الفلسطينيين وخدوا منهم لغايه ما جم يوم سنه 47 كانوا مسلمين 60% من الجهاز الاداري في ايد اليهود المستوطنين ومشوا وسابوا لهم كل القواعد العسكريه اللي كانت موجوده هناك بسلاحها لليهود عشان المغالطة الكبيرة اللي بتقال ان جماعات مسلحة من اليهود هزموا 7 جيوش عربية ده كلام فارغ ما حصلش ده كان تعدادهم 72 ألف مقاتل منهم 3 لواءات تشكيل منهم 3 لواءات متدربين في الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا مع انجلترا وأمريكا وبالتالي كان هم اللي عملوا هم اللي كانوا متفقين على 22 ألف مقاتل عربي. المهم يعني هنا بدأت بقى موضوع النكبة. لا بقول لك النكبة ومستمرة. طيب صحيح. انت من ضمن الكلام اللي كنت بتطرحه على جالنت الخلاق اللي بين جالنت وبين بنيامين وكلام زي كده لا انا عايز اقول لك حاجة. مفيش حد يوصل في مركز سياسي للدولة
سواء في الأحزاب أو في النقابات أو الكلام ده إلا ما يكون مؤمن بمبادئ عصر الثمانية. مش هقول لك المبادئ كلها، كفاية الثلاث مبادئ الأولانيين منهم اللي يركزوا ويأصلوا للعنصرية وكره الناس غير اليهودي. بيتقال فيها ان الرب منح الارض للشعب اليهودي ملكا ابديا، وان الشعب اليهودي هو له الحق في المعيشة على الارض المقدسة فقط. يبقى هنا الكلمتين دول او البندين دول اي زعيم هيجي لك او اي سياسي منهم هيجي لك يتفاوض معاك هو عنده البندين دول اساسي، فمش هيتنازل عنهم. يبقى بالتالي كل اللي انت عارفه اللي جاي لك متعصب والكلام دوت 100% 100%. طبعا طب لازم يكون حدث الكلام. سياده اللواء، انا مهم عندي جدا ان انا استكمل هذا الكلام ويبقى باستفاضه، واحب انه تنورنا في البرنامج. يبقى في عندنا كده ايه فقره كبيره كده نقعد نتكلم فيها براحتنا، يعني زي ما نقول كده كلام التليفونات مش هيكفي. فأتمنى أنه تشرفنا ونستكمل هذا الكلام باستفاضة وبشرح وافي زي ما بيتقال. وخليني الأول أشكر حضرتك جدا، وبعدين زاد على إعجابي إعجاب أنه حضرتك كمان بورسعيدي، فيعني مفيش بعد كده. أشكرك أفندم كل الشكر سيادة اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، وطبعا مش بس مجرد يعني أنه أحد الضيوف الكرام اللي كانوا موجودين في هذا الفيلم الوثائقي، بس طبعا سيادة اللواء من أبرز المتخصصين في هذا الملف.